من الميادين السلام عليكم. هذه النشرة الرياضية المفصلة. بات المنتخب الأسترالي الأقرب للحاق بالياباني إلى نهائيات مونديال البرازيل. الكنغر ثأر بقسوة من نظيره الأردني بربعية بيضاء في ملبورن. منتخب النشامة لم يواصل مفاجآته وتجمد رصيده عند 7 نقاط. آمال النشامة ستتركز على احتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية لخوض مباريات الملحق. أما أستراليا فاستعادت المركز الثاني ب10 نقاط متقدمة بنقطة واحدة على العماني المرتاح في هذه الجولة. وفي هذه الأثناء تقام المباراة بين العراق واليابان والنتيجة لا تزال سلبية. مباراة لبنان وإيران انطلقت قبل نحو ربع ساعة على الساد زادي في العاصمة طهران. ننتقل إلى أرض الملعب مباشرة في اتصال مع موفد الميادين الزميل عبد الرحمن عز الدين لإطلاعنا على آخر أجواء اللقاء. عبد الرحمن دعنا في الأجواء لو سمحت. نعم محمد، كان من المفترض أن نكون بالفعل بملعب أزادي، لكن زحمة سير خانقة بطريقنا إلى ملعب أزادي. لقد يعني نحن في الطريق منذ ساعتين ونصف ساعة، زحمة سير خانقة، جماهير الإيرانية في طريقها بكثافة الآن إلى الملعب أيضا. بغض النظر وكما تعلم جنبات ملعب أزادي تقريبا ستمتلئ بالجماهير. على كل أحوال المباراة انطلقت منذ حوالي 17 دقيقة محمد. منتخب لبنان لا يزال صامدا أمام الهجمات الإيرانية حتى اللحظة، ولكن يمكننا الحديث قليلا عما كان قبل هذه المباراة. الجماهير الإيرانية تحمست كثيرا لهذه المباراة، خرجت قليلا من الأجواء الانتخابية الطاغية على الشارع الإيراني منذ أسابيع. المنتخب اللبناني في الأمس كانت معنويات لاعبيه مرتفعة إلى حد ما، والمنتخب الإيراني أيضا معنويات لاعبيه مرتفعة، هناك ثقة بالمنتخب خاصة بعد فوزهم على قطر في المباراة السابقة. ولكن يبقى المنتخب اللبناني متعرض أو يعيش حالة من عدم التوازن في ظل غيابات كثيرة، هناك 7 لاعبين غائبين وهذا ما يغرق المدرب بوكير. لكن وسائل الإعلام الإيرانية محمد وضعت كلام بوكير بالأمس عن الحديث عن غيابات في خانة الفخ، يعني كيروش كما ما يعزز أمال المنتخب الإيراني بنتيجة إيجابية وبالتالي اقترابه أكثر وبالتالي ربما حسم انتقاله إلى مونديال البرازيل. نعم محمد، لكن كيروش دعا بالأمس اللاعبين لعدم الوقوع في فخ تصريحات بوكير والحديث عن غياب لاعبين في لبنان. نعم. لكي لا يتهاون اللاعبون الإيرانيون أمام المنتخب اللبناني في مباراتهم اليوم. كان معنا من طهران موفد الميادين إلى الساد أزادي في العاصمة الإيرانية عبد الرحمن عز الدين، شكرا جزيلا لك. الفضائح الجنسية لسيلفيو بيرلسكوني ليست السبب في إلغاء كأس بيرلسكوني أمام يوفنتوس لهذا العام. نائب رئيس نادي ميلان أدريانو غالياني أشار إلى أن السبب هو ارتباطات الروسونيري هذا الصيف. غالياني كشف عن برنامج إعدادي مزدحم للفريق إضافة إلى خوض اللومباردية الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا. وأكد مسؤول نادي أن مشاركة الفريق ستكون في كأس تيم الشهر المقبل. لويجي بيرلسكوني والد رئيس الوزراء السابق يحمل اسم البطولة التي انطلقت عام 1991 ولم تشهد أي توقف. أغلق ملف فضيحة الحكام اللبنانيين في سنغافورة على حكم بسجن الدولي علي صباغ 6 أشهر. فاتورة جديدة دفعتها الكرة اللبنانية. نعم جاءت مخففة إلا أن تبعاتها ستكون باهظة على جهاز التحكيم وعلى الحكام أنفسهم. بالأمس حكم على المساعدين علي عيد وعبد الله طالب بالسجن ل3 أشهر. أنهيا المدة وتحضرا للعودة إلى لبنان. في الوقت نفسه نطقت المحكمة السنغافورية بحكمها النهائي. المتهم الأكبر علي صباغ أقر بقبول خدمات جنسية من شركة مراهنات للتلاعب بنتيجة إحدى مباريات كأس الاتحاد الأسيوي. عقوبة صباغ جاءت مضاعفة لأن شركة المراهنات اتصلت به أولا وهو من أقنع مساعديه بالرشوة. قاضي المحكمة بينغ آل قال إن مبدأ المساواة في العقوبة لا ينطبق على صباغ وينبغي التشدد معه. القاضي أخذ في الاعتبار اعتراف الصباغ بالذنب وأن قبوله بالرشوة لم يؤثر على نتيجة المباراة. مدرس الرياضة بدأ ينتحب أمام القاضي خلال قراءة الحكم وشكره لاحقا قبل أن ينقله رجال الشرطة خارج قاعة المحكمة مكبلا. الدور الكبير في تخفيف العقوبة لعبه المحامي جاري لو بعد أن تقاضى أكثر من 100,000 دولار من الاتحاد اللبناني.
لو كشف أن موكله سيكون الشاهد النجم في القضية ضد إريك دينغ سي يانغ رجل الأعمال السنغافوري المزمع أنه قدم الرشوة الجنسية. النيابة العامة أشارت إلى أن صباغ تعرف على دينغ في بيروت العام الماضي باسم جيمس، وسيبدأ تنفيذ العقوبة على الحكم صباغ اعتبارا من الرابع من نيسان إبريل، وهو اليوم الذي اعتقل فيه. الإمارات تؤكد دعمها لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتتمنى له النجاح في مسيرته الرياضية. الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة تمنى النجاح للشيخ سلمان بن إبراهيم لخدمة الكرة الآسيوية والرياضية العربية والعالمية. البحريني شهد بالمكانة الإماراتية الكبيرة على الساحة الرياضية. الموقفان جاء خلال اجتماع لبن إبراهيم اليوم بكبار مسؤولي الدولة في زيارة هي الثانية له بعد فوزه برئاسة الاتحاد القاري خلفا للقطري الموقوف محمد بن همام. لا يزال شبح المدرب جوزي مورينيو يظهر بين الحين والآخر في إسبانيا. مورينيو كابوس عند البعض وحلم جميل لدى البعض الآخر. لاعبو ريال مدريد ينقلون وجهات نظرهم المتباينة إلى المنتخب لتنفجر بين إيكر كازياس وألفارو أربيلوا. لا يحتمل إيكر كاسياس الحديث عن مدربه البرتغالي السابق وبأي طريقة، فمورينيو بات كابوس الحارس الدولي بعدما جعله أسير مقاعد الاحتياط على مدى 6 أشهر تقريبا. الظهير الأيمن ألفارو أربيلوا صاحب العلاقة الطيبة مع مورينيو مدح مدربه السابق في ريال مدريد فاستفز القائد. خلاف لاعبي المنتخب ظهر في الولايات المتحدة حيث يستعد الماتادور لخوض منافسات كأس القارات. نفى أربيلوا الخلاف مع زميله لكن الرد جاء من المدرب فيسنتي ديلبوسكي. وضع ديلبوسكي الخلاف بين اللاعبين في إطار الأمور الطبيعية بين أعضاء الفريق الواحد، علاقة يصفها المتابعون بالمتوترة خاصة بعدما اتهم أربيلوا بعض زملائه بالأنانية من دون تسمية أحد. هذه الأجواء المتوترة ليست غريبة على نجوم الماتادور، فيحكى عن خلافات دائمة بين المدافعين سيرخيو راموس وجيرار بيكي. نعتذر عن هذا الخطأ التقني. تفاوت في نسب الإقبال على تذاكر مباريات كأس القارات المنوي إقامتها في البرازيل. قبل 5 أيام على انطلاق المباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم يكشف أن 145 ألف تذكرة من أصل 795 ألفا لا تزال متاحة. مباراة إسبانيا مع الأوروغواي لاقت إقبالا جماهيريا كبيرا، لم يتبقى سوى 165 بطاقة من أصل 40 ألفا بحسب فيفا. وعلى المقلب الآخر لم تشهد نوافذ بيع تذاكر مباراة نيجيريا مع تهيتي سوى 10% من الكمية المعروضة. نجم هجوم بوروسيا دورتموند روبرت ليفاندوفسكي يتلقى مكافأة تحمل طابعا فكاهيا بحسب صحيفة بيلد. طلب بايرن ميونخ شراء البولندي، فرفعت إدارة النادي الألماني راتبه 3 أضعاف ليصبح 4.5 مليون يورو خلال العام الأخير المتبقي من تعاقده. الصحيفة أوضحت أن ليفاندوفسكي انضم إلى قائمة صاحبي أفضل الرواتب في دورتموند إلى جانب ماركو رويس وماتس هاملز. ويرتبط ليفاندوفسكي مع دورتموند حتى العام 2014 بعقد خالي من أي شرط جزائي في حال رحيله قبل انتهاء المدة. ابن بطوطة وضع حدا لأسفاره في الملاعب. المصري أحمد حسام أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا. ما هي رحلات ميدو بين الأندية الأوروبية؟ نتابعها في التقرير التالي. اليوم أعلن اعتزالي لاعب كرة القدم نهائيا. أشكر كل من سندني خلال مشواري، خاصة جمهور بلد العظيم. كلمات كتبها المصري أحمد حسام عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومن خلالها أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا. بعض الأندية فاخر بانضمام ميدو إلى صفوفهم، وهو يبادلهم الفخر ذاته باللعب لبعضها. مسيرة حافلة للاعب مثير للجدل انطلقت من نادي الزمالك نحو الملاعب الأوروبية. اللاعب المشاكس بدأ مع قطاع الناشئين في القلعة البيضاء ليلفت نظر كشافي فريق جنت البلجيكي، ولم يكن يبلغ 17 من عمره. هناك نال إعجابي الهولندي رونالد كومان مدرب أياكس أمستردام، فطلب بضم الفرعون إلى أياكس أرينا. 3 مواسم ناجحة كان فيها السويدين زلاتان إبراهيموفيتش بديل ميدو، إلى أن طرق سفير الكرة المصرية أبواب الليغا. عبر سيلتا فيغو الإسباني واصل رحلاته وشكل ثنائيا مميزا مع العجيد ديدروغبا في مرسيدا الفرنسي.
أواخر عام 2004 استقر لموسمين مع روما الإيطالي دون أن يثبت نفسه مع ذئاب العاصمة. بالإعارة انتقل حسام إلى توتنهام الإنجليزي حيث ثبت أقدامه في وايت هارت لاين بعقد لموسم واحد، فتابع انتقالاته ووصل إلى ميدلزبرا ثم ويغان حيث جاور مواطنه عمرو زكي. 4 ملايين جنيه مصري طارت باللاعب من إنجلترا إلى فريقه الأول على سبيل الإعارة أيضا، لكن لم يكمل السنة في القاهرة لينتقل إلى وستهام، ومنه عاد إلى أياكس ثم الزمالك وأنهى مشواره مع بارنسلي في الدرجة الثانية الإنجليزية. دوليا ساهم بتتويج الفراعنة بأمم أفريقيا 2006، لكن مشاكله مع المدرب حسن شحاتة أبعدته عن المنتخب. الإسباني كيكي فلوريس قرر ترك نادي الأهلي بعدما قاده لإحراز كأس الإمارات. نادي أعلن أن مدربه الإسباني رفض تجديد عقده بالرغم من التقييم الممتاز لعمله من قبل الإدارة. الأهلي لم يستقر بعد على هوية البديل فيما كشفت مصادر إعلامية عن مفاوضات تجريها الإدارة مع البرازيلي أبل براغا والألماني بيرن شوستر. بعد استعارته الموسم الماضي من ساو باولو نادي ريال مدريد، الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو لأربعة أعوام بنحو 6 ملايين يورو. تمت الصفقة بحسب الصحف الإسبانية. كاسيميرو ابن 21 عاما دفع عن ألوان البرازيل 5 مرات، خاض معظم الموسم الماضي مع فريق الشباب للميرينجي. البرازيلي قدم مستوى جيدا مع الفريق الأول ضد ريال بيتيز، ويتوقع يشغل مركز الغني مايكل إيسيان المنتهي فترة إعارته من تشيلسي الإنجليزي. كان هذا ما لدينا من أخبار في نشاطنا الرياضية المفصل. أشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم.